سلام غزالة الجولي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى ملاقع تكونوا لاباس. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الفيديو، غادي نوريكم طريقه تحضير البريوات وعلى الطريقه ديال ماما. كنعرف الوالده ديالي ما كتبانش وصورت لي اختي فيديو ورسلاته ليا باش ان شاء الله نبارطاجيه معكم في يوتيوب. مهم ان شاء الله غنشارك معكم العجينه كيفاش درتها ماما. شوفوا تبارك الله شحال جات زوينه، بحال اللي مصاوبينها يعني في الزنقه، وهي غير العجينه ديال المسمن عاديه وكندهنوها بالزيت وراه ما كتجيش عندنا تغليظه. شفتوا في الفيديو جات رقيقه كما كتشوفوا، راه ماما وراتكم بالله كتبان رقيقه في اليد ديال داك اللي كنقلبوا بها هكا البطبوط وكنقلبوا بها، شفتوه داك ديال اليد ديال المقله. المهم العجينه البنات عندي الدقيق، عندي معلقه ديال الخل، عندي شويه ديال الملحه، وعندي الماء. الماء هما البنات ما يكونش بارد، خاصو يكون دافي، يعني دافي. الملحه الدقيق شويه لبغيتو خمره الحلوه، الا ما بغيتوش بلاش راكم عارفين هي العجينه ديال المسمن. هنا البنات غادي نبقاو نعجنوها غير بالعاشق، حيت الماء راه شويه مايل للطايب، واش فهمتي؟ ماشي يعني غير سخون، يعني مايل للطايب. غادي نعجنوها البنات. وعلاش عندنا الطايب الماء البنات؟ باش كيساعدكم في ملي كتقرصوها في السك كتقرص، و يعني واش ملي كطيبوها يعني كتجي رقيقه، واش فهمتوا البنات؟ والخل البنات ضروري من سر النجاح الورقه ديال البصيله، سواء كانت درتوها هكا قاصحه يعني بحال المسمن، اولا درتوها بحال البغرير جاريه، يعني ضروري المعلقه ديال الخل. كما شفتوا هنايا البنات ولات الحراره ديالها يعني شويه عاديه، وماما بدات تجمعها باليد، خاصها ضروري تجمعها شويه قاصحه، يعني ما تجمعهاش يعني رطبه، ما تجمعهاش يعني فهمتي، خاصها ضروري تكون شويه قاصحه. كما شفتوا حدايا راه قاصحه. صافي البنات انا ماما قسمتها، المهم نتوما وشوفوا كيفاش بغيتوهم، واش يعني قالت لي ماما شوفوا هما كيفاش بغاوهم، كبار صغار. هنا كما كتشوفوا ماما دارتهم يعني عاديين، ماشي كبار ماشي صغار. هنا كتجمعهم، ضروري البنات تكوروهم مزيان باش من يعني تسرحوهم ما يجوش ما يكونش العيب يعني خارج. كيف شفتوا الطريقه؟ المهم نتمنى انها تعجبكم وتجربوها، حيت الصراحه كتصدق، ومن الاحسن ما نشروهاش من الزنقه، راه تزيد رمضان ضروري يعني كنبغيو البصيله ونبغيو الحنشه، نبغيو يعني فهمتوا. هنا تقدروا البنات تديروا بها حتى الممل حتى الحلو، غير بلاص الملح تنقصوا وديروا شويه سنيده، فهمتوا؟ في العجينه هنا البنات ضروري النشا، يعني ماشي يعني ماشي ما نقدروش نديروها بالدقيق، حيت النشا كتساعد، وكما شفتوا ماما راه كتغربل شويه من الفوق، ضروري يعني كتساعد، يعني كتساعد في التقراص كتساعد. انتما كتشوفوا ماما راه كتسرح فيها، انتما شو يعني خاصكم تسرحوها نتوما كيفاش، واش بغيتوها رقيقه بزاف رقوها، بغيتوها غليظه يعني فهمتوا غلطوها، المهم نتوما كيفاش بغيتوها. تقدروا ديروا هاد العجينه يعني الخبز طاكوس، يعني حتى هو كيصدق بيه، ديروا شويه الخميره، ضروري ما شويه الخميره باش يتنفخ الخميره الدار. المهم سمحوا لي البنات اسراء حدايا، وكتبقى تدور في جنابي كتبقى تزعزع بيا السداري. هنا كما كتشوفوا ماما راه كتسرح، وكعارفين ما كتعرفش يعني اختي في التصوير داكشي، يعني كتسرحها شفتوا انتما. انتما ماما راه يعني بشويه عليها، راه ما كتعرفش يعني باش تسرع على فيديو ولا، وانا بغيت نخلي لكم يعني باش يعني تجيكم الطريقه كيف ديال ماما. شوفوا المهم راه رقاتها ماما، هنا كتبان لي راه رقيقه البنات، هانتوما ما شاء الله والله. المهم هادو راه من التحضيرات ديال رمضان، ماما راه كتحضرهم لرمضان البنات. المهم هي واحد الكونتيتي دارتها في الثلاجه، واحد الكونتيتي يمكن طيبتها على ما اظن، حيت اختي قالت لي في الاوديو قالت لي راه كتوجدهم رمضان، يعني باغا تخبي واحد الكونتيتي في الثلاجه وكافي. واخا من الاحسن ان الوالد ديالك يقول لك ما داك يعني باش يعني اللي كيقول لك هادشي ماشي زوين، الخبز دير في الثلاجه، الخضره بحال فهمتوا، يعني كل حاجه ناكلها في وقتها. ولكن هذا اصلا هاد البريوات بابا ما عندوش معاهم، وماما هي يعني كديرهم للدراري بزاف. اصلا هادو البنات ديما ماما كتوجدهم كديرهم في الفريكو، وكل مثلا الصباح خوتي كتجيب لهم بطبوطه، هي يعني كطيبها لهم في السك ديك 3 دقائق 5 دقائق قبل ما يمشيو، يا فهمتوا. مهم هنا البنات راه كتسرح ماما، وكدير كل جوج ولا كل وحده كدير بيناتهم ميكا، فهمتوا؟ واللي ما عندوش الميكا يعني يبقى يدير وحده فوق وحده، يرش بيناتهم مايزينا اولا نشا حتى يدير واحد الكونتيتي كبيره، وغادي دير وحده فوق وحده، يعني وحده ملي تبدا طيب وغتبقى ترمي في السنيك كما تشوفوا حدايا، ترمي الاولى وتعاود ترمي موراها الثانيه، يعني غير
ترميها تقلبها وتعاود تحط وحده فوق منها، واش فهمتوا؟ تعاود عاوتاني تقلبها وتحط وحده فوق منها، واش فهمتوا كيفاش؟ باش البنات وخاصكم تكونوا دايرين هاد الكونتيتي كامل حداكم، ماشي نتوما تسرحوا لاخو لا البنات، عاد تساريو على خاطر خاطركم وحطوا حداكم. راه البنات يعني في سافيسا كتزربوا، فهمتوا؟ الافضل يعني كيما نعاود نشرح لكم، يعني ماشي كتسرحي وحده وانت راميه وحده، لا، وهذيك ما كتصدقش، كتبقاي تسرحي حتى تكمل داك الكونتيتي اللي خرج لك 10 حب 12 حبه 13، وفهمتوا بيناتهم الرنشة مغطين بالميكا باش ما يقساحوش ولا، وفتالي كتبقاي ترمي وحده وتعاود تقلبي، ترمي وحده وتعاود تقلبي، فهمتوا؟ وهكذا البنات من غادي تسالي راه دهنهم بالزيت باش يعني يجوا بحال الوريقات ديال ديال البسطيله. ولا البنات بغيتوهم بحال هكا راك تشوفوه مزوينين، الا بغيتو تعمروه يعني بغيتو ديروهم هكا طاكوس بغيتو ديرهم كيجيو زوينين، راه حتى هما كيتنفخوا. شفتوا البنات راه كيتنفخوا. المهم مرة درت واحد الكونتيتي تبارك الله ما شاء الله، كي كتشوفوا تبارك الله بزاف. شفتوا وهنايا البنات راه ها نتوما كتوريكم الام ديالي الله يحفظها ليكم ليها في العمر. شفتوا نتوما ها نتوما شفتوا كيفاش كتبقى تحيد يعني بسهوله، ها نتوما شفتوا راه اليد ديال الام ديالي كتبان، حيت راه داكشي البنات ما دارتش شويه الخميره، دارت غير واحد المقيطه ديال الخميره ديال الحلوه، والخميره الحلوه راه ما كتطلعش، واش فهمتوا؟ ها نتوما شفتوا ها نتوما راه كتولي لكم الام ديالي بالموس راه كيبان، واش فهمتوا؟ صافي البنات هنايا دايرت لهم بابي هذا السلوفان باش فهمتوا كيشوفوا يحافظوا على الرطوبه ديالهم. هانتوما راه كيتجمع لكم في اليد ديال الام ديالي. المهم صراحه زوينين ان شاء الله، انا هذه تولي معتمده عندي. شوفوا ماما مسكينه كتقري لكم، المهم البنات راه يلاه كتعلم وكتشوف اليوتيوب. هانتوا شوفوا راه كتوريكم دابا في طريقه البريواج شوفوا كتجي، وان شاء الله غدير معكم واحد الحشوه اللي ساهله. شوفوا البنات كيفاش كتجي كتحمق. المهم هنا راه كتشيت بالشيته الزيت ولا الزبده، المهم اللي عندكم على حساب نتوما والرغبه نتوما كيفاش كتدهنوا الوقت البسطيله ديالكم. المهم هذه كنجيبوها مشريه كتكون يعني مدهونه، ولكن الناس ما كيكونوش عارفين باش دهنوها واش مقيه واش هذاك الكوت بلاكي هذاك اللي كتطرحوا ليه البوطاجين واش نقي واش ماشي نقي، يعني الاحسن خدموها في الدار وضروري البنات تجربوها. هذه راه كتصدق مليون في المية، اقسم لكم يمينا الا كتصدق وكتحمر لكم وجهكم. شوفوا ماما توريكم دابا في الموس، شوفوا البنات في العاشق عفوا، شوفوا كي كيتبان والله البنات كتصدق. وكيف كنعرفوا الزيت غالية دهنوها غير بالزبدة، ماشي ضروري انكم ديروا الزيت ولا. المهم الحشوة البنات راه غتكون بسيطة، فيها فليفلات ملونين، فيها بصيلة، بغيتو ديرو بالطون، بغيتو ديرو بلادان، بغيتو ديرو بالكفتة، نتوما والرغبة ديالكم. راه كيجيو زوينين زوينين صراحة. أنا البنات لاخر ديالي المعتمد عندي كندير بصيلة محكوكة أولا مقطعة رقيق، فليفلات يعني بحال ماما تقريبا نفس يعني نفس الشرميلة اللي كندير. المهم هنا في المقلة ماما دارت لكم بصلة، درت لكم واحد جوج معالق ديال زيت العود، المهم زيت العود ولا زيت العادية المهم نتوما والرغبة ديالكم. هنا البنات الملحة، هنا البنات راه كتقليها مزيان، درت واحد راس ديال الثومة، ماما عزيزة عليا الثومة ومع لاطونسيو كيعجبها كتقول لك زوينة لاطونسيو. المهم هنا البنات الفلفلة حمرا كانت عند ماما مقطعة في الثلاجة راها جامدة، وفلفلة صفراء المهم لي عندكم خضرا. المهم أنا كيعجبوني هادو ديال الألوان صراحة، كيجيو فيهم ديك الحلاوة كتجي زوينة في هاد البريوات. هنا الملقة ديال العطرية ديال البيتزا، ملقة ديال التحميرة، المهم البزار ولا التحميرة سمحوا لي خالتي كتهضر مع إسراء. هنا معلقة ديال نص ملقة سكينجبير، شفتوا هنايا شوية، المهم شوية مطيشة الحك، ولا ما عندكم مطيشة الحك ديروا شوية ديال هذا شوية ديال الهريسة، كيبغي شوية المناطق الحرورية دير شوية الهريسة. هنا البنات فيرميسال أولا الشعرية الصينية كتكون يعني والزيتون مقطعة البنات كتقطعوهم دوائر، شوية المعدنوس ولا القزبر اللي عندكم البنات من أفضل المعدنوس، القزبر ما كيجيش بزاف في هاد البريوات، وصافي البنات كتبقى تشحر ماما.
المهم نتوما الرغبه بغيتو تزيدوا لادان بغيتو تزيدوا الكفته المهم الحوت اللي بغيتو البنات الحوت عندكم طريس يعني ديروه المهم الكروفات الكالامار المهم اللي عندكم ماما عندها هنا دارتها في الطون حيت البنات اختي ما كتعجبهاش الكفته ومهم الرغبه ديالي بزاف ولكن هي فضلات انا ديرها بالطون حيت بغاوها الدراري بالحوت والحوت كتعطيها عاوتاني واحد المذاق اللي زعما مذاق زوين فهمتوا هنا البنات زدت عليها الفرماج الاحمر كما كتشوفوا بغيتو تزيدوا الفرماج ما بغيتوش داك اختياري المهم ماما ورتكم الحشوه على حساب كيفاش يعني هي المهم هنا البنات ماما تقسم الورقه البسطيله وغادي توريكم كيفاش كيفاش زعما كتعمر الورقه البسطيله شفتوا هنا البنات كطويبها على الجنب اللي ملي كتردوها لليسري كما شفتوا هالا هكاك وراهم مدهونين راكم شفتوا كيجاو بصراحه غزالين نتمنى انكم تجربوهم وتخلي واحد الدعوه زوينه للام ديالي الله يحفظها وتانتوما الله يحفظكم امهاتكم وكل واحد يخلي ليه معزي المهم هنا البنات انا اكدت على اختي قالت لي غتصور واحد لا فيديو قلت لها شوف من الافضل قربي لماما زومي ليها التليفون باش نشوف كيفاش كطوي الورقه البسطيله طال الصراحه انا من العام فايت ما صاوبتهم بديت كننسى وحتى المشاهدين اللي ما كيعرفش يطولوا يعني البريوات راه يشوفوا هذا لا فيديو وشوفوا ساهله يعني كتبداو من اليسار اليمين اولا من اليمين اليسار شوفوا نتوما البوطاج اللي عندكم صافي دوك جنيبات البنات بغيتو تلصقوهم ماما راه عندها الورقه زوينه يعني بغيتو تلصقوهم البنات نتوما ب يعني بغيتو تلصقوهم بالبيض ولا بالدقيق هذاك الشيء اختياري هنا البنات الطريقه الثانيه كما كتشوفوا ها هي طوات الجنب الاخر رداتو وعاود لوات هذه الطريقه الثانيه مهم نتوما شوفوا كيفاش كل واحد كيفاش اشنو شوف البنات كيفاش زوينه سمحوا لي اسرها معايا ما عندي كي ندير صافي البنات هنايا دايره ديك لاصوص اللي كانت بقا ديال البنات اللي كانت استقطرات من ديك الشرمونه صفاتها البنات وغادي هي اللي غادي تدهن حفاظا على الزيت وغادخلهم للفران البنات كيجيو زوينين نتمنى تخلي واحد الدعوه زوينه للام ديالي وليا وشكرا بزاف لكم على الاجام ديالكم ولي كومونتير وساليكم الغزالات راه كيجيو زوينين وغادي تبان لكم دابا ماما كتوريكم القرمشه ديالهم كيجيو يعني شنو نقول لكم مقرمشين البنات وحسن من القلي ولا الصحه ديالنا وزعما الصحه زوينين كيكونش يعني مغطوسين في الزيت وقاع في الليدام الكوليسترول ورمضان ما كنمكنش نتقلو بهذا الشيء يعني كيجيو هكا افضل زوينين شكرا لكم على الكوبيده ديالي بوسه لكم تهلاو في راسكم الفيديو الجاي ان شاء الله.